يواصل نادي باسل السالم الصباح للسيارات والدراجات تنظيم البطولات لمنتسبي النادي ومحبي هواية السيارات بعيدا عن الشوارع ومخاطر الطرق، فنظم بطولة الاستعراض الحر الأولى بمشاركة أكثر من 22 متسابقا في فئة الفريستايل في حلبة النادي الواقعة على الدائر السابع، واستمتع الحضور الكثيف بمهارات المتسابقين وبتوافر شروط الأمن والسلامة تحت رعاية الهيئة العامة للشباب والرياضة وبتواجد وزارة الداخلية والطوارئ الطبية. وتمكن المتسابق محمد العازمي من تحقيق المركز الأول على حساب المتسابق فيصل الشويعي، بينما نال المركز الثالث المتسابق عايض العتيبي. كنا حريصين كل الحرص ان يعني الشباب يكونوا مجموعين عندنا تحت مظله الامن والسلامه. لله الحمد اليوم يعني شفتوا معانا يعني تواجد الشباب ويعني كل الاجراءات القانونيه اللي كانت بالحلبه وتعايشوا معها الشباب. الحمد لله كان يعني محمد العازمي المركز الاول وبجداره لله الحمد، وهذا تعاون مثمر مع الاخوان في الهيئه العامه للشباب والرياضه بجمع الشباب تحت مظله الامن والسلامه. لا يخفيك ان يعني محبين رياضه الاستعراض بالكويت يعني كثر، ولذلك احنا خلينا يعني يوم مفتوح كل اسبوع ان شاء الله بالتعاون مع الهيئه العامه للشباب والرياضه. ونشكر حقيقة يعني الإعلام وقناتكم الكريمة وحضور الإخوان في وزارة الداخلية والطوارئ الطبية، وندعو جميع يعني محبين الرياضة هذه إن يكونون عندنا كل خميس إن شاء الله بإذن الله تعالى، وعندنا بطولة شهرية إن شاء الله راح تكون. نادي ما قصر صراحة، يعني جمع ناس، جمع الجمهور ما شاء الله ما شاء الله، الناس واجد عندنا هنا. يعني أنصح الناس يعني اللي قحصون برا يشرفون هني بالنادي، ويعني بلا يعني خلاص يعني الوقت الشوارع انتهى صراحة. الحمد لله يعني الحكومة قصروا وزعونا نوادي، جابونا نوادي، يعني ننصح الشباب كلهم ينجونا من نوادي إن شاء الله.